قاعد على المطب يعني اثناء طمره المطب قلت له هو باقي كعب بالهواء وهو رجوله كلها في الهواء. نقطه سريعه، وانا طالع امس ظهر شفت خيط بسيط متعلق بالسياره من ورا بالكفر او بالقطعه اللي ورا الكفر، هذه الماشيه هذه الرفرفه اللي يسمونها الجنحان حق باتمان، هذا خيط بسيط يعني خيط قطن، خيط من اللبس او خيط من العالي لاخيه. فجيت اسحب عليه خليته توقع منين الهواء بيطير يعني. عاد اليوم اجي الفجر رايح اسطبل اشوفه موجود يعني خط سريع، وانت رايح خط سريع وانت جاي زحمه وغيره استمر ما تحرك من محله. سحبت على طول انفك يعني حرفيا بدون ما تحس حتى بصوت صوت صوت سحبته خفيف جدا وراح قطن طبعا. طب ايش اللي يخليه يعلق كل الفتره ذي؟ او انك معلق شيء قوي مربوعه فرضا او سيم او انخلع انفك، ولو ما انفك الشيء اللي هو مرتبط فيه بينفك كله مع الهواء ولا لانه ما قاوم الهواء يتحرك بحركه الهواء فاستمر لين تفك انت. بينما لو كان شيء قوي الهواء غلبه، فمثلا تلاحظ البوديك الشينكو ماشينكو الهواء يطيح عطوه يطيح الجدار معه يطيح الشبك معه، لكن اذا ما كانت تقاوم زي الشبك العادي في خرمات خلينا نقول ما يطيح لان ما يقاوم الهواء اصلا. لذلك في الحصان كل ما كنت تقاوم قوته كنت عرضه لاختلال توازنك والطيحات اكثر. فكل ما صرت ما تقاوم قوته وتعطيه تمهله خلينا نقول تقل فكره اختلال توازنك، او حتى اذا طحت ما تطيح طيحه قويه لكن ما انت متحكم فيه. بينما اذا حاولت تستعمل القوه يمكن تحكم بحدود لكن ما راح تثبت عليه. الصح والمطلوب هو التزليق او مواكبه الثلاث اللي هو بينهم، انك ما تبالغ في انك تكون معه فيصير هو اللي متحكم وانت صح ما طحت، او لو طحت ما تعور لكن ما تحكمت، وبنفس الوقت ما تبالغ باستعمال القوه بحيث انك تحاول تحكم شوي لكن تحكم على غير صنع وبدون ثبات. اللي تبغاه انك تكون لست مقاوم للهواء بشكل يغلبك فيه، ولست خاضع للهواء تماما بحيث انه يمشيك على كيفه. قاومه بمقدار مقاومته لك، من يوم يخف خف، من يوم يقوى يقوى او زد قوتك. فبالحاله هاي تتحكم بالحصان. فحتى الخيط اللي ما طار مع الهواء ذكرني بفكره ان المواكبه وسط بين استعمال القوه الخاطئ اللي سيؤدي الى اختلال توازنك وطيحاتك تكون قويه حتى لو تحكمت مؤقتا، والمبالغه في المجامله اللي بتخليك ممكن ما تطيح او يقل الالم او قوه الطيحه لو طحت لكن ما راح تتحكم. الوسط هو المطلوب، وسط المواكبة الثلاث، التزليق إذا سحب، الجمع إذا فضى، والتكئة إذا تكئ.